توليت هنا الشؤون الإدارية والمالية، كان عندهم واحد الاسم يعني فضفاض شالوه قلعوه من بعدين، اللي هو المتصرف العام للإذاعة والتلفزة المغربية، يعني مدير الشؤون الإدارية والمالية. وهنايا حقيقة يعني وجدت حق فسحة، لأن تدريب من السنوات حتى إذا ما كنتش سميتو لازم تعلم تعرف الشؤون المهمة واللي مش مهمة، تعرف أضرار الناس، تعرف. واشتغلت يعني حقا فترة إلى أن حدث ذات يوم ظروف سياسية كانت، وهي أنه تذكر نرجع دائما لنفس الموضوع، محاكمة في باريس إلى آخره على إسر قضية بن بركة إلى آخره. في ذلك الوقت أسندت النيابة إلى وزير آخر، وكان من رأيه أنه تبدل الأمور، وله حق يعني أي مسؤول إلا له الحق أن يتصرف، لأن هذا من حقه ومن واجبه. ومرة أخرى قلعوني من التلفزيون، أختاس هذا علاش قلعوني، هذه أنا ذكرها طولا وعرضا بالتفاصيلها في كتابي. وهنا كذلك بعد 11 سنة وأنا في تونس أمين عام لاتحاد إذاعة الدول العربية، ويأتي لضيافتي سي أحمد البيضاوي أنت الله يرحمه أنت، ويقول لي أنا حضرت على كيفاش سالوك من التلفزيون. الله يقول لي هذه 11 عام أنت باش قلعوك، ولا 11 عام وأنا واقفة لي بحال حجرة في قلبي أنت هكاك، اعتمادا على المجالس بالأمانات. والآن يعني وأنت ما عدت في ديك المسؤولية، وعوضك الله خيرا، وأنت الآن بعد ما شاف في ذلك الوقت يعني الظروف اللي كنت فيها في تونس، أنت سمح لي نقول لك كيفاش أنت سالوك. طيب قلت له شنو خاصة؟ قال يا سيدي أنت كنت مدير ولا لوم عليك، ولكن اللي حصلتناه، قال كان في يوم عيد الكبير، عيد الكبير قال وحصل شيء. قلت شنو هو؟ قال لي ما نعرفش مين الذين أساءوا إلى آخره، إلى أنه في ذلك اليوم، وأنا ذكر التفاصيل وذكر كيف تهيئت الدور إلى آخره، أن الأغاني اللي كانت في ذاك الصباح العيد كانت أغاني مفرحة، وكانت تبين أنه وقع في الليلة السابقة وقع إعدام اللي تآمروا في قضية الطائرة الملكية، ومنهم كويرا إلى آخره. وحيث أن سيدنا أنت صبح كان يحكي لي أحمد بيضاوي، سيدنا صبح يعني مقلق وكان في الصلاة مقلق إلى آخره، فإحنا ما شايفينه هكاك، وكان اللي عرف إيش كاين إلى آخره. يقول لي بحبينا ندخلوا نسلموا، وقعدنا كنا نسلموا إلى آخره. يقول لي لما دخلنا نسلموا على سيدنا، أنت واحد منا أنت يعني هو ذكر هذه، وانا اشرت رويت كلامه، واحد منا قالوا سيدنا مقلق وكذا، وهاد الناس ديال التلفزيون راهم كيقدموا شي اغاني يعني فيها نوع من التشفي وفيها نوع من السفه. قال الان هكاك، قال فنادى الوزير الاول وقال له شوف لي هذا الناس هنا. قال لي فكان التضحيه بك انت، يعني المدير العام في ذلك الوقت لظروفه لم يتم، ولكن انت كمدير مباشر. وحكى لي احمد البيضاوي التفاصيل كلها، وانا ذكرتها في الكتاب وهي منشوره، يعني بحيث انه لا مجال انت، وانا يعني بالنسبه للي يسحب لهم الامور كانت سهله، راه ما كانت سهله انت، يعني كان سنوات اخرى من سنوات الضغط وسنوات العذاب انت.
فترة تونس هي بالنسبة لي فترة كلها خير، كلها، ولكن كتب علي ألا أتعين في وظيفة إلا في مشاكل. بقيت المهم أنه كنا نتغلب وعملت منظمة قائمة ووظفت الناس وحتى أحيانا، ولكن كان عندي إيمان أن الفلوس تاع ستأتي، والفلوس اللي كان الأموال اللي كانت في مصر جمدوها خذوها، خذتها الجامعة العربية ولا من الجامعة العربية الشطر تاعها اللي كان هناك، مهم للموظفين إلى آخره. وبمقاومة شديدة وبإيمان شديد أمكنني في ظرف سنة أن أجعل منظمة معترف بها لدى الدول العربية كلها، معترف بها لدى الجهات تاع الاتحادات الإذاعية، ودخلنا للمعمعة، خاصة أنا كنت يعني عندي تدريب في يعني في الجانب الأوروبي وجانب الإفريقي إلى آخره، فهذا هو اللي سهل علينا الأمور وجعلنا منها منظمة فعالة حقيقة، فعالة للإذاعة والتلفزيون، ولا سيما في ميدان نقل المباريات الكبرى. في آخر الثمانينات يعني في 90 من رجعت للمغرب كان ولدي راح غادي على أهبة دراسة في أمريكا، فذهبت معه وقعت هكذا سنة في أمريكا، إلى أن تبدلت الحكومة في وقت من الأوقات، وكان واحد وزير كتر الله خيره فكر أنه يختار مدير، فأشير عليه أن فلان أنت أكويك، واتصل بي في أمريكا وقال لي والله حبيت تكون مدير ديواني وتعاوني وأنت عندك تجربة وكذا. قعدت مدة، طبعا ولدي ما حبش، شيء طبيعي أنه قاعد منزوع كويك، وجئت هنا فأصبحت يعني مدير ديوان في وزارة الشؤون الثقافية، كانت اسمها شؤون الثقافية في ذلك الوقت. وفي هذه الوظيفة ولو أن الوزير تبدل وجاء وزير آخر بعدين، وزير آخر اللي جمع عندك الله خير وكذلك، وبقيت أنت كم يعني خمس سنين في تلك الوزارة. وبعدها جاءت كان تبديل من نوع آخر، أنت وقتها مشيت في حالي لأنه أنت تعرف أنه تشتغل مع وزير لما تنتهي، والوزير الآخر ربما يكون عنده نظرة أخرى أو سياسة أخرى، وهذا هو. ولكن من بعدين هذا لا يمنع أبدا أنني بمجرد سواء كنت في تونس أو رجعت، بمجرد ما رجعت مستمر في الكتابة، مستمر في إصدار الكتب، في عملي كتابة المسرحيات التمثيليات إلى آخره. بالنسبة لي أنا هذا العالم تاعي، هذا الفضاء اللي كنشتغل فيه، وهذه طبعا هي الرابطة الروحية واليومية، وهو هذه المكتبة. في وقت من الأوقات يعني بدأت يعني نحسب، يعني بعد السنوات كنت وصلت لعشر آلاف مجلد، هذا طبعا بالإضافة إلى الوثائق وإلى ما في الكرتونات. هذا هو يعني الفضاء تاعي، ويعني كل واحد عنده فضاء اللي هو متعود عليه إلى آخره. المؤلفة تاعي الآن أنا في 26 كتاب اللي صدرتها، منها 14 صدرتها في تونس، والبقية هي الآن ومستمرة إذا الله العمر، يعني مستمرة وموجودة في المطبعة، يعني بعض الكتب تنتظر يعني النوب تحت هي، هذا كله ما هناك. Thank you.
Thank you.